Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tadarus juz 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون إني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من
شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ولما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت منذر
ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ملك السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat yang tidak terhingga kepada kita semua sehingga kita masih berada pada bulan suci Ramadan pada tahun ini dan masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Baik ibadah puasa, solat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini merupakan salah satu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah puasa yang berkualitas. Mengapa kita membutuhkan tema ini? Karena pada dasarnya puasa yang dilakukan oleh seseorang itu berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda levelnya. Ada yang biasa saja, ada yang kualitasnya tinggi, ada yang betul-betul berkualitas sehingga ibadah puasa yang ia lakukan betul-betul dapat mengantarnya kepada tujuan utama dari disyariatkan ibadah puasa itu, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan level-level puasa ini penting bagi kita untuk kita ketahui, untuk mengukur bagaimana puasa yang kita lakukan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, ada juga orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala dari puasanya. Kamin sa'im, atau dalam riwayatnya rubba sa'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus semata. Mengapa terjadi seperti itu? Karena bisa jadi puasa yang ia lakukan ternyata
belum sesuai dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita penting sekali mengetahui bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas dalam amal ibadah puasa yang kita lakukan. Apa saja yang harus kita lakukan atau seperti apa puasa yang berkualitas itu? Yang pertama, puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang niatnya ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu hanya sah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka puasa yang berkualitas adalah puasa yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun ibadah yang kita lakukan, bila niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, puasa yang berkualitas adalah puasa yang berdasarkan ilmu. Karena kalau ibadah tidak didasarkan ilmu, maka ibadah itu rawan juga tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu berpotensi rusak karena tidak memenuhi syarat-syarat minimal keabsahan sebuah ibadah karena ketidaktahuan atau karena kebodohan, karena tidak adanya ilmu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, kita harus belajar tentang hukum-hukum puasa. Kita harus memenuhi syarat-syarat sah puasa. Kita harus memenuhi rukun-rukun puasa. Kita juga harus tahu apa-apa yang disunnahkan, apa-apa yang dimakruhkan, apa-apa yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Dan semua itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang puasa. Maka puasa yang berkualitas adalah puasa yang didasarkan ilmu. Puasa yang berkualitas, syarat pertamanya yang berdasarkan ilmu itu adalah memenuhi syarat sah dan memenuhi rukun puasa. Seperti misalnya syarat sah puasa, yang pertama adalah beragama Islam. Maka tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua, syarat sah puasa adalah berakal. Maka puasa tidak sah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang yang mabuk misalnya, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka puasanya tidak sah. Dan syarat yang ketiga, yaitu suci dari haid dan nifas. Maka wanita-wanita yang sedang mengalami haid, wanita yang sedang mengalami nifas, maka mereka tidak boleh berpuasa, tidak wajib berpuasa, dan juga kalau mereka berpuasa, maka puasanya tidak sah. Jika ada wanita haid atau wanita nifas memaksakan diri berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan alasan mereka malas untuk melakukan qada di luar bulan suci Ramadan, maka puasanya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdosa dan mereka tetap wajib mengqada puasanya setelah bulan suci Ramadan berakhir nanti, setelah melewati tanggal 1 Syawal. Maka kita harus tahu betul bahwasanya puasa yang kita lakukan harus memenuhi syarat sah Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan juga dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada waktu-waktu yang kita diharamkan berpuasa, seperti pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah, pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, atau pada hari-hari Tasyrik.
dua hari raya dan hari-hari tasyrik. Itu hari yang diharamkan untuk berpuasa, sehingga berpuasa pada hari tersebut tidak akan sah dan juga termasuk yang dihukumi haram, sehingga berdosa ketika melakukan puasa pada hari-hari tersebut. Di samping kita harus memenuhi syarat-syarat sah puasa, puasa kita juga harus memenuhi rukun puasa. Yang rukun puasa itu yang pertama adalah niat, dan niatnya itu dilakukan di malam hari, dimulai sejak matahari terbenam sampai sebelum datang waktu fajar atau waktu sholat subuh. Maka kita harus berniat pada malam hari tersebut bahwa kita akan melakukan puasa Ramadan pada besok harinya. Ini merupakan rukun puasa yang pertama. Tidak sah puasa yang dilakukan tanpa niat. Oleh karena itu, setiap malam, kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama misalnya, setiap malam kita diwajibkan berniat berpuasa pada esok harinya, setiap malam bulan suci Ramadan. Berbeda dengan mazhab Maliki yang misalnya membolehkan berniat untuk berpuasa Ramadan cukup di awal berniat selama sebulan penuh. Tetapi mayoritas ulama mewajibkan niat pada setiap malamnya. Ini rukun puasa yang pertama. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun yang kedua. Yang dimulai waktunya adalah sejak terbit fajar. Artinya sejak masuk sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu sholat subuh, maka kita diharamkan makan atau minum. Adapun waktu yang biasanya kita lihat dalam jadwal, ada waktu yang disebut dengan waktu imsak. Maka itu hukumnya adalah sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau biasa imsak sebelum terbit fajar. Sehingga ketika ditanyakan kepada seorang sahabat yang pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu salat subuh, maka sahabat ini menjawab, kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa imsak sebelum fajar. Beliau sudah tidak makan, sudah tidak minum, sudah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu bukan bersamaan dengan terbitnya fajar, tetapi beberapa saat menjelang fajar. Itu yang kita lihat dalam jadwal kita, ada jadwal yang disebut dengan imsak. Tetapi itu hukumnya adalah sunnah. Waktu yang wajib, yang sudah haram sama sekali kita makan atau minum, adalah ketika masuknya waktu fajar atau masuknya waktu sholat subuh. Maka pada saat itu haram hukumnya kita makan atau minum, karena sudah dinaskan dalam Al-Quran, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan dan minumlah kalian sampai nyata terbit fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari, dan malam hari itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Puasa yang berkualitas harus berdasarkan ilmu, harus memenuhi syarat sah puasa, harus melaksanakan rukun-rukun puasa. Dan puasa yang berkualitas juga harus ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Misalnya sunnah puasa itu adalah makan sahur, kemudian menyegerakan waktu makan sahur, kemudian mengakhirkan waktu makan sahurnya, sehingga makan sahur itu berjarak hanya beberapa menit misalnya dari waktu sholat subuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi cukup untuk membaca 50 ayat Al-Qur'an. Artinya beliau makan sahurnya bukan pada waktu tengah malam, sebagaimana sebagian di antara kita ada yang waktu tengah malam sudah makan sahur. Walaupun lewat tengah malam itu sudah disebut waktu sahar
atau waktu yang di sana kita boleh sudah dianggap makan sahur, tetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan makan sahur dan juga dianjurkan mengakhirkan waktunya mendekati waktu solat subuh sekitar 10 atau 15 menit sebelum solat subuh kita makan sahur terlebih dahulu. Kemudian kita juga disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Apabila telah yakin, betul-betul telah yakin matahari telah terbenam, waktu maghrib, waktu solat maghrib sudah masuk, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Kemudian banyak sunnah-sunnah yang lain, misalnya kita berbuka dengan kurma, kita berbuka dengan makanan yang manis dan sebagainya. Itu diantara sunnah-sunnah. Apalagi kita tambah dengan memberikan sedekah, bersedekah kepada fakir dan miskin, atau memberikan makanan yang berbuka kepada orang yang berpuasa, dan melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Dan terakhir, puasa yang berkualitas itu bukan hanya menahan diri dari yang zahir saja, bukan hanya menahan anggota tubuh kita saja dari hal-hal yang dilarang, tetapi juga kita menahan hati kita dari hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang berkualitas itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dan menahan diri dari semua yang dapat mengurangi pahala atau menghabiskan sama sekali pahala puasa kita, seperti misalnya berbohong, melakukan ghibah, melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, yang mana semua itu dapat menghabiskan atau menghapus pahala puasa kita, sehingga puasa kita walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun puasa, akan tetapi puasa itu hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban, tidak mendapatkan sesuatu yang bernilai, yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat berfungsi dan berperan sebagai penghapus dosa-dosa yang kita lakukan, hanya sebagai penggugur kewajiban, sehingga kita hanya tidak diwajibkan qada puasa saja. Puasa yang berkualitas, di samping memenuhi syarat dan rukun puasa, puasa juga dari semua yang melalaikan, puasa juga dari semua yang dapat mengurangi, bahkan menghabiskan nilai-nilai pahala dalam puasa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berpuasa dengan puasa yang berkualitas, puasa yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashshu'ana wa ta'ambudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.